الدكتور رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك أستاذ إيهاب. أهلا بسعادتك وكل سنة وحياتك طيبة بالعام القبطي المصري الجديد. وحضرتك وجميع مشاهدينا الكرام ومصر كلها بألف خير. دكتور رشا، هذا الملف ظل ملفا حساسا على مدار عقود طويلة، في ماذا تقدم مصر من حقوق الإنسان، وهل هي فعلا بتدعم الإنسان في حقوقه خصوصا من خلال العمل الأمني؟ فرؤية حضرتك لاستضافة مصر لهذا المؤتمر إيه؟ أهلا بحضرتك وكل سنة وجميعكم بألف خير. الحقيقة هي مصر من أوائل الدول اللي انضمت لمجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء السابقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو اللاحقة عليه. إحنا قلنا على مدار سنوات طويلة كان هذا الملف ملف شائك، لكن اسمح لي أقول لحضرتك أن من 2014 وحتى الآن مصر قطعت خطوات واسعة جدا. صحيح. في ملف حقوق الإنسان، وده برضو لإيمان اسمحيلي لإيمان القيادة السياسية بهذه الحقوق ووجوب التوسع في تقديمها. ومن هنا أطلق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أيوة. اللي هي بتعتبر الاستراتيجية دي خريطة طريق وطنية. أيوة. وأداة للتطوير الذاتي، نظر طبعا لأهمية ملف حقوق الإنسان لأنه هو جزء هام في مسيرة التنمية الشاملة اللي تستهدف بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030. طبعا أنا بأثمن جدا استضافة أكاديمية الشرطة المصرية للمؤتمر الثامن لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، ده جه بمشاركة عدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ده ما جاش من فراغ، ده جه لأن إحنا من 2014 وإحنا مصر ليها دور ريادي غير مسبوق في ترسيخ العمل الأمني بمفهوم الإنسان. صحيح، بشكرك جدا. اتفضل. لا بشكر حضرتك، لو عايز تقولي حاجة تانية اتفضلي. طبعا انا بأكد ان وزارة الداخلية المصرية في السنوات الاخيرة كان ليها دور هام جدا في ترسيخ مفهوم حقوق الانسان، لان هي عندها العديد من البرامج التدريبية والتثقيفية المتخصصة اللي بتقوم بها الوزارة لتدريب ضباط الشرطة في مجال التحقيق الجنائي والتحقيق في جرائم العنف وخاصة جرائم العنف ضد المرأة في مفهومها الإنساني. كان لي الشرف من لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ إن إحنا رحنا وزرنا مركز الإصلاح والتأهيل. الحقيقة دي تجربة رائدة لمصر في مجال احترام حقوق الإنسان. شفنا الأساليب الحديثة في التعامل مع النزلاء، كان لينا الشرف ان احنا قضينا تقريبا يوم كامل مع النزلاء داخل مركز الاصلاح. شفنا ان دي تجربه بتعكس الرغبه الحقيقيه الصادقه للدوله المصريه في التعاطي مع ملف احترام حقوق الانسان علشان يتماشى مع المعايير الدوليه لحقوق الانسان. احنا نتمنى يا دكتور رشا انه الانجاز الكبير اللي اتعمل في مركز وادي النطرون واللي اتنقل بالفعل ووزعنا أكتر من مكان أصبح فيه مراكز تأهيل على مستوى عالي كده يستمر في التطوير لغاية لما توصل كل مراكز التأهيل المصرية وأماكن الحجز كمان في الأقسام المصرية لهذا المستوى الراقي من التعامل بحقوق الإنسان والتطوير لإمكانياته في الفترة القادمة. ده حقيقي أستاذ إيهاب، وفعلا الدولة المصرية ووزارة الداخلية هتعمم فكرة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، لأن ده يعتبر نقلة نوعية زي ما سيادتك ذكرت في منظومة السياسة العقابية الحديثة. أنا المهم عندي أن أنا أأهل النزيل اللي عندي بعد ما يقضي فترة عقوبته علشان أعمل له إعادة اندماج في المجتمع، يرجع لي مواطن صالح قادر على ان هو يضيف لاسرته ويضيف. صحيح. لمجتمعه بعد ما ينهي فتره عقوبته وفق برنامج اصلاحي متكامل وتاهيلي مكثف. لان احنا شفنا زرنا المكتبه، شفنا الغرف الرسم، شفنا الفنون المختلفه،
والانشطه الفنيه المختلفه عشان تنمي الحس الابداعي والادراكي لدى النزيه، لان هو مواطن، هو انسان بالمقام الاول. صحيح. ليه حقوق. الدولة الحقيقة يعني بتعمل جاهدة على الحفاظ على كرامة المواطن المصري. مشكور جدا. شفنا كمان ان في مركز الاصلاح والتأهيل توفير الرعاية الصحية الفائقة للنزلاء، شفنا المركز الطبي على احدث تجهيزات تقنية عالية، وكمان مركز متخصص لعلاج الادمان، كمان في اكاديمية الشرطة بترسخ لمبادئ حقوق الانسان من خلال المناهج الدراسية داخل الاكاديمية. أنا بقول إن مصر هتكمل مسيرة التنمية والبناء والاستقرار والأمن ومواجهة الإرهاب والعنف. إحنا اللي تصدينا من 2014 للإرهاب والعنف، يعني مش في مصر بس، ده كمان في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم أجمع. مصر هتواصل دورها في حماية حقوق الإنسان وحرياته، لأن إحنا عندنا باب كامل في الدستور بيكفل حرية الإنسان المصري، وبيكفل إن بيؤكد الدستور في مادة 51 إن الكرامة حق لكل إنسان. طب إحنا عايزين يا دكتور نستغل فرصة وجود حضرتك معانا ونتفق معاكي على ميعاد تشرفيني في الاستوديو نتكلم عن حقوق الإنسان وكل ما وصلنا إليه من إنجاز في الثمان سنين الأخارة مع بعض، بقى ويبقى عندنا فرصة أطول ووقت أكبر. ده يشرفني طبعا يا استاذ ايهاب، لان احنا في حاجه المرحله القادمه واحنا بنرسخ لبناء الجمهوريه الجديده ان احنا نعزز ثقافه حقوق الانسان. صحيح. وان احنا نفعل وحدات حقوق الانسان في كافه الوزارات والهيئات الحكوميه المختلفه. شكرا جزيلا دكتوره رشا اسحاق، امين سر لجنه حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ المصري.